حظك بيقول لك ميشيل، تعرف كرم عنده بزنس هو والفانوس، ايه فممكن يغير كثير قصص. الفانوس شكرا آه. كرم يعني صار له علاقه على 21 نهار هو والمارد. هو والمارد ايه؟ بيعمل له مساج. بنحيي لك كرم مدير المسرح. وحياة الله لو ما كرم بدانسينج وذ ذا ستارز انا ما كفيت الحلقات. والله انت شاهد ايه على المساج بعرف. كل قبل ما نفوت دائما مساج. هذا كرم منه. هو قلبه كبير كرم اصلا. والله كرم عن جد. هلا انتبه لانه كرم مدير المسرح، كل ما بتقول كلمه كرم كل بيزقف. الحمد لله. قول كرم. كرم. ميشيل وضيوفنا الفانوس بيطلع منه مارد، وهذا المارد بيتوقع توقع. رح ابدا من عندك ميشيل، حظك شو بيقول لك؟ نعم. ميشيل ابو سليمان، حظك بيقول لك ابنك الاول صار بالسعوديه، وابنك الثاني رح توديه على روسيا، وانت كمان رح تضب كليكيشك وتفل. حلمك بهالبلد ما رح يتحقق، والسعادة اللي ناطرها مش جاية، فاقبل بالموجود يا أبو الميش. فاقبل بالموجود، مش مبين عليه اسم الله بالمرة، مش مبين عليه مبين. يعني ثلاث شباب يخزل العين بينشف الحال فيهم. الحمد لله. قد كان عمرك؟ 12 سنة ميشيل وقت تجوزت؟ 13 بلغت وتجوزت دلو. ميشيل بعرف قد ايه بيزعجك هذا الموضوع، انه شباب ربيتهم وتعبت عليهم بحياتك، توصل لنهار انت تقول لهم فلوا. ايه ومصر وما بقول لهم يرجعوا غير ما اشوفوا بالاخبار انه بلبنان رجال الدين ما عم بيتعاطوا سياسه، والسياسيين ما عم بيتعاطوا بالسياسه عن طريق الدين. ساعتها بيرجعوا. بس هيدا الحلم اللي انت حلمته وتعبت فيه وانصبت فيه وقضيت فيه بحياتك، وبعده تاريخ عم يرجع يعيد نفسه. ابدا، وراح يضل يعيد نفسه وما راح نوقف. ما راح نوقف. يعني ممكن مثل يعني بدك تقول لي متشائم متفائل، هيدا الحكي حتى بطل ياثر فيي. متشائم ميشيل ما يعني ما بسمعها بقى للكلمه. متفائل لا متشائم متفائل، هيدول كلمات صرنا عم نرددهم ما بقى لهم معنى، ما بقى لهم طعمه. ما بدي جود كثير لانه هيدا بيستفزني كثير. هذا الموضوع عم نربي مش بس ميشيل ابو سليمان، كل الاهل بلبنان عم يربوا اولادهم وعم بيبعتوهم لبرا. ما بعرف شو ناطرين بعد رجال الدين ورجال السياسه يلي فايتين ببعضهم بشكل مش طبيعي، على مصالح مش طبيعيه، على مافيا 8 و14 مش طبيعيه. عايش يخبرونا خبريات وقصص. لا صرنا نفهم، محلنا نفهم. 35 سنة. ممكن انت مثل ما قال لك المارد تضب كليكيشك وتفل؟ كيف؟ ممكن مثل ما قال لك المارد تضب كليكيشك وتفل؟ ما انا مش حرزاني بقى ضب كليكيشي وفل، صرت بالمقلب الثاني. مثل ما بيقولوا اجر بالفلاحة اجر بالبور؟ اجر بالبور، اجر بالفلاحة. شكرا ميشيل، بتمنى انه الحظ يبتسم لهم لاولادك بالغربه. اكيد رح يبتسم لهم، يعني الله يخليهم بصحتهم والله يوفقهم، اكيد رح يبتسم لهم. اكيد ان شاء الله هون بضل جائر يعني حظ. ليليان ليليان حظك شو بيقول لك؟ بعدك يا سمكه؟ خلص. ليليان محفوظ، حظك بيقول لك رح تضلك ما تعرفي تستفيدي من الفرص يلي بتجيكي. شو قصتك يا بنتي؟ شو صاير لك؟ اللي تحظ اما كسل. اللي تحظ اما كسل؟ لا اللي تحظ ولا كسل. عريحة البصل. هلا هي سوري على التعبير، بس هي لا قلة حظ ولا كسل صراحة، هو قرف.
لا هي حدود بيكون واحد حاططها لنفسه وبيمشي عليها، بتخليه يمكن مطارح معينه يوقف ام يضرب فريم ام ينطر يتاخر، بس ما بندم على شيء عملته وما بقول انه ضيعت اي فرصه، لانه كل فرصه كانت لإلي استغليتها ورح ضل استغلها، بس المهم تكون هي عن جد لإلي ومثل ما انا بدي. كنت بتتمني انه لو بقيتي بالاخراج انت تلميذته لباسم كريستو؟ وجه له تحيه. وبوجه تحيه كمان لميشيل، لانه هو اول ما جيت على استوديو فيزيون كان يعلمني كل شيء شو اعمل. اكيد بوجه له تحيه لميشيل وتحيه كبيره لباسم، كبيره كبيره لباسم، لانه باسم فيني نقول من وراه صرت بالفن، لانه هو بوقت كنت اشتغل معه ببرنامج ترتتا سمعوا صوتي وقال لي عند المانجر وقدمت كاستينج، وحظي حلو كان انه اخذوني، كمان هو كان دايركتور تبع البروجرام. و هي بس إليان انت يعني مش ما بدي اخذها باطار ندم، بس انه بتقولي يا ريت ما رحت على هالمطرح على الفن، كنت عملت كارير لإلي بالاخراج. هلا الاخراج منه بعيد منه بعيد عني، يعني بعد الفكره ببالي، بس بقول بس لثبت حالي بالفن انا مثل ما انا بدي، بعدين رح بصير بفتح على الاخراج كمان، لانه بالنهايه انا تلميذه اخراج وبحب كثير كمان انا اخرج، وان شاء الله باقرب فرصه مناسبه تكون يا لإلي يا لحدا تاني اخرج وما بندم. لا بالتوفيق إليان. ثانك يو. ميشيل مع مين عم تحكي؟ مع مين عم تحكي؟ عم تقطع بتروح لي تركيزي كل ثانيه بعشر مرات. لك ما اشتقت للشباب لانه كلهم بيصوروا بحديث البلد. ايه وعم بسلم عليهم هيك مدورة. هيك بس يعني. لك ايه ولو اشتقنا للشباب. هن اشتقوا لك كمان. حبيبات قلبي. اشتقت لعيش؟ ليك الياغي ليك. ليه؟ يوغي. السؤال الأول، مين أول رجل مشي على القمر؟ الجواب الصحيح هو نيل أرمسترونغ. كم شخص جاوب؟ 15,122 شخص جاوبوا على هذا السؤال، وهن يلي رح يشاركوا معنا بحلقة الليلة. والسؤال التالي، فينا نعرف أساميهم؟ 15,122 معك وقت؟ حبعت لك اللايحة شيك عليهم. إذا حذفنا كلمة أبو من اسم ميشيل أبو سليمان، على من نحصل؟ على رئيس جمهورية. بلاش السؤال. واحد، ولي عهد النمسا. اثنين، رئيس جمهورية لبنان. ثلاثة، ملياردير بخيل. أو أربعة، جاسوس مزدوج. دبل ايجنت. رئيس جمهورية. دالي جو، حظك شو بيقول لك؟ دالي جو، حظك بيقول لك من هلا ورايح رح ترفضي كل ادوار البنت الدلوعه يلي رح تعرض عليكي، ولما تشوفي مصطفى شعبان رح تقولي له ولو بعشا بعتني وشلتني من مسلسل. أكيد رح أرفض أدوار فيها دلع. مصطفى شعبان بوجه له تحية، وأنا أصلاً عاتبته وتصالحنا هلأ مش الحال. شو قصة مصطفى شعبان؟ شو اللي صار معك؟ أبداً، أنا كنت نحن كان مفروض نصور مسلسل سوا، هو الزوجة الرابعة هديك السنة. صورنا أنت التالتة ولا الرابعة؟ الرابعة. رابعة. فصورنا برومو وكل شيء، بعدين بتفاجأ انه هن بلشوا تصوير بلبنان مع حدا تاني. بعدين عرفت انه هو يعني هو دق لي مرة، وكان مفروض يعني نظهر كلنا، نحن الكرو كان عندنا مثل اجتماع كلياتنا. فأنا I was very sick، كنت يعني أول ما نواصلي على مصر وكنت كتير تعبانة وعلي حرارة، فـ I couldn't make it، وللأسف يعني سوء تفاهم صغير صار وراحت يعني راحت دور لغيري. ايه كرمال عشاء؟ لا كرمال حرارة. وكنتي روحي على العشاء ولك شفت يا عمي.
متمنى لك التوفيق دالي جو. هلا شو عم تحضري؟ هلا عندي مسلسل مع الاستاذ حاتم علي اللي هو اندرجراوند تحت الارض امير كرارة، وعندي مسلسل سيت كوم كوميدي قشطة وعسل مع سمير غانم وعلا غانم والاستاذ لطفي لبيب عم بينعرضوا بمصر. وبعد رمضان هذا الدور اللي كان لازم تاخده الفنانة نيكول سابا، ما هيك؟ مزبوط. بس شي واز بريجننت والف مبروك لها. فأنا كان حظي حلو أخذته للدور وقفت قدام الفنانين الكبار. أكيد أكيد حظي حلو. حظي حلو إنه هيديك حبلت. شو؟ حظي هي حلو إنه هيديك حبلت. بالتوفيق. ثانك يو. نمر حظك شو بقول لك؟ نشوف. ما في حظ. ما في حظ. نمر سعادي حظك بيقول لك انه معقول تستكتر على عروس انه تطلب منك يكون عندك بيت، بس رح تغير رايك بهالموضوع وتشتري له بيت وتحطه باسمه كمان. عن جد يضرب الحب شو بيزل. انت ما شفت ميشيل؟ والله ميشيل محضر سؤال. لا هي رجوليه. شو هي؟ قوي كثير. قبل ما اتجوز ولا بعد ما اتجوز؟ الاثنين. بيعرفني منيح ان شاء الله. شو يا نمر؟ تغير رايك بالموضوع تشتري له بيت وتحطه باسمه، انت عندك موقف من هالموضوع. ايه. بتقول انه موقف مش بموضوع اشتري له بيت او لا. ايه اكيد. بالمجمل الموضوع دائما بقول انه شباب بلبنان ويمكن انا واحد منهم او في كتار منهم بلبنان صحيح بيعانوا من موضوع البيت او الجواز بحد ذاته. يعني غير انه صعوبات الحياه اللي عم بيواجهها كل شاب بشغله بيجي لهذا الموضوع بواجهه مزبوط مع اهل العروس، انه الشاب اذا بده يتجوز اليوم لما يكون عمره 30 سنه بده يجيب بيت وبده يفرش البيت وبده يعمل عرس. يعني هذا اللود اللي بحطوه على الشاب كثير كبير انا بلاقيه كثير. خاصه اذا شاب هو عامل حاله بحاله. طبعا اكيد عم نحكي نحن شاب مثل اكثريه الشباب اللبناني اللي بجربوا يعملوا شيء بالحياه، في منهم يلي بيوصلوا في منهم يلي بعدهم على الطريق ويكون عنده شريكة حياته بلاقي حاله انه كتير صعبة تيكون عنده هوية حياة لقدام اذا عنده كل هالباريز قدامه. سو انا ضد الاهل اللي بيفكروا بهالطريقة، بفضل انه الشاب والبنت يحطوا ايديهم مع بعضهم يبلشوا بأجار بيت وستيب باي ستيب ويكون عندهم ايمان بحالهم وبالمارج لايف تبعيتهم. مش هيك انا شوي بلاقي حالي بعيد عن هالموضوع، بس طبعا اذا انا تجوزت بحط لها البيت باسمها الاجار. انا عملت الفار طبعا كبير كبير كبير. انت بتفهم حط لها الاجار باسمها. ميشيل قد ايه تغيرت الايام بموضوع الزواج؟ يعني على ايامك من 37 سنه 38 سنه غلبت سنه صبت انا ولا لا؟ لا لا ماشيين عم بمزح. انا بدي انزل 38 سنه لك ماشي عم بحكيك عم بيي انا بس. قد ايه تغير هالموضوع؟ تغير كثير. انا اول ما تزوجت قعدت مع اهلي 4 سنين. جيب لي بنت هلا بتقعد مع اهله للشاب 4 سنين. قاعد ايه والله ايه والله لينطفوا بعضهم. ليك اليان 4 ساعات بتقبلي اليان اذا بتحبي لهالشخص تقعديه؟ يعني هي مش انه مستحبه بس بتقبلي؟ هلا اذا بحب ما بتعرف شو بنعمل. بس لا الفكره انه احسن لا يقعدوا لحالهم. اكيد هي فكره الاستقلاليه شغلك صح. وبعد عنهم بحبوا بدك بيت ولا بتقبلي بالاجار؟ لا بدنا بيت. وباسمك ولا لا؟ باسمه ما عندي مشكله. في تنازل بمحل ما. اوكي دالي جو انت كونك عايشه برات لبنان ما في مشكله الاجار ابدا؟ حلو الاجار اصلا، واحد مزعوج من جاره مش مضطر يتحمل البيت اللي قاعد فيه بيحمل حاله بينقل على مطعم. ايه والله هيدي ما فيها وجهه فيها 100%. هيدي وجهه نظر كثير صحيحه. مش يا ويلي شو جاعزينك جيرانك؟ مش قصه لا مش قصه جيراني انا، قصه قديش بيعانوا العالم بالبنايات الملاكي. بيطلع دائما واحد بالبنايه مش معقول بكل بنايه في واحد من هيدا، مثل ما بكون في اخوات بالضيعه، كل ضيعه فيها اخوات، بكل بنايه في واحد لا بده يدفع مي ولا بده يدفع كهرباء ولا بده يشترك بالاسانسور، بده يعمل كل شيء وما بده يدفع مصاري، وطع تشك عليه وجر لقلك.
صحيح. مشان هيك فيها وجهة نظر. لكن إذا حذفنا كلمة أبو من اسم ميشيل أبو سليمان على من نحصل؟ الجواب ولي عهد النمسا، 2 رئيس جمهورية لبنان، 3 ملياردير بخيل، 4 جاسوس مزدوج مكتشف. الجواب بعد الفاصل.